بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وخيرا وأمنا وأمانا وسلاما للعالمين، أبي الزهراء محمد وعلى آله الطيبين الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد، وترحم على المسلمين وما يجري عليهم، وبالأخص ندعو لإخوتنا الكرام في فلسطين الإباء والصمود والشجاعة والجهاد. نسأل الله تعالى أن ينقذهم مما هم فيه، وأن يمدهم بالثبات والعزيمة والإصرار إن شاء الله. في هذه الحلقة سيكون معنا كما في كل حلقة سماحة السيد رشيد الحسيني، الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، للإجابة على أسئلتكم إن شاء الله. سيد الكريم، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، بارك الله بكم، وفقتم سيدنا إن شاء الله. تقريبا بعد 10 دقائق من الآن أو يزيد راح تكون أرقام الاتصالات مهيئة أمام حضرتك، بإمكانك أن تطرح أي سؤال أو أي مداخلة من خلال الاتصال عليها إن شاء الله تعالى. سيدنا، اختارينا الموضوع لحلقة هذا اليوم نتحدث عنه في البداية، ألا وهو هذه الأجهزة، أجهزة الهواتف، ومدى يعني خطورة أو السماح بها للأطفال والمراهقين، وما دور الآباء تجاه هذا الموضوع أو أولياء الأمور. سيدنا أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال اسمحوا لي في وقت كافي أتكلم في هذا المجال. مولانا، أن نخوف الناس من التقنيات الحديثة ونخيف الناس من الأجهزة الذكية، هذا ليس صحيحا. لماذا؟ لأنه إذا أردنا أن نخيف الناس من هذه الأمور فلا بد أن نخيفهم من كل شيء، كل شيء، لأن كل شيء له وجهتان، كل شيء له جانبان. النار لها جانبان، جانب يمكن أن يستفيد من الإنسان في طبخ طعامه، ويمكن أن يكون سبب لإحراق حياته. وهكذا التلفزيون الذي الآن أمامكم، هذا أيضا يمكن الإنسان أنه يستفيد منه فيما يرتبط بزيادة المعرفة وثقافة، ويمكن أن يكون سبب لمشاهدات تعبانة وغير لائقة وعليه حال مفسدة. وهكذا وهكذا المال، نفس المال يمكن يكون المال في الواقع الحال في تحسين المعيشة وصلاح الأمور، ويمكن أن يكون هذا المال في يستعمل في شراء الذمم وقتل النفوس وعلى حال الانحراف. فشوفوا كل شيء له وجهتين، كل شيء، حتى الكلمة الطيبة، كلمة طيبة التي نقولها وتقال أيضا لها جنبتان. الكلمة الطيبة، أضرب مثال. نعم، نتكلم مثلا يوم الأيام أنه أيها الناس، أنتم كزوجين صالحين، لا بد أن يكون هناك نوع من التفاهم بين الزوجين. الزوجة على أي حال ليست هناك واجبات نحن نتصورها على المرأة، المرأة واجباتها كذا وكذا وكذا، فالزوج لا بد أن يراعي حقوق المرأة في حياة الزوجية. معنى كلام على القاعدة وعلى الأصول وعلى القواعد الدينية والعرفية والقانونية. نعم. ولكن يأتي من يأتي يستفيد من هذا الكلام بشكل سلبي، حتى أنه يأتي شخص يقول سيدنا أنت أفسدت نساءنا. كيف أفسدت نساءكم؟ قال عندما تقول أن المرأة لا يجب عليها أن تنظف البيت، أو لا يجب عليها أن تطبخ الطعام. فشوفوا كلمة طيبة تقال، ولكن استفادتها من نفوس. طبيعة المرأة عندما هي تسمع هذا الكلام وتتمرد على زوجها، تسمع هذا الكلام وتتنصل عن المسؤوليات الاجتماعية اللي هي قائمة على المودة والمحبة، راح يكون الكلام الطيب أيضا له استفادتان أو تلقيان، تلقي سلبي وتلقي إيجابي. فإذا نأتي إلى هذه الأجهزة، هذه الأجهزة في واقع الحال
أيضا لها جنبتان، وأنا قلت في لقاءاتي مع الشباب في الجامعات الأسبوع الماضي وقبله، قلت أيها الأحبة هذه من نعم الله علينا، هذه من نعم الله علينا، كما النار من نعم الله علينا، كما الكهرباء من نعم الله علينا، ولكن هذا الكهرباء كثير من البيوت، كثير من المخازن، كثير من المستودعات احترقت بسبب التماس الكهربائي. إذا المشكلة مو في الكهرباء، وإنما المشكلة في طريقة استعمال الكهرباء. المشكلة ليست في الهواتف يا أستاذ مرتضى، الإشكال ليس في الهواتف، الإشكال في طريقة التعامل مع هذه الهواتف. عفوا سيدنا، إذا تسمح لي بمداخلة صغيرة، هو نعم سلاح ذو وجهين أو حدين، ولكن إعطاء للطفل بعمر الطفولة الآن أصل لهذا. فإذا هذه ذات وجهين وذات بعدين وذات استعمالين، يمكن إنسان يستعمله في الخير ويمكن يستعمله في الشر. نأتي ونقول مع أنها هي ذات استعمالين وذات وجهين، الإنسان يستعمله في الخير طيب ويستعمله في الشر سيء، ولكن أسأل سؤال حسب تعبيرنا بسيط وعرفي وساذج، سؤالي سؤال عفوي وساذج، أقول أيتها المرأة، أيتها الأم، أو أيها الأب، أيها الأب الكريم، هل عندما تجد ولدك الصغير اللي هو طفل يحبو وبيده سكينة، هل تأمن على أن تكون السكينة الحادة في بيدها الولد، أو تحاول أن تركض وتلهث وتأخذ السكينة وأنت في حالة من الفزع والخوف؟ يسألونك ليش أنت متأذي؟ سكينة بيد هذا الطفل، سكينة على حال زينة، ممكن تفيد، يعني سكينة تفيد، سكينة يقطعون بها التفاح، يأكلون بها الطعام. تقول لا سيدنا، مو هذا الطفل ما يعرف كيف يتعامل مع السكينة، هذا قد يقطع إيده، قد على حال يجرح نفسه. خير مثال. أها، فأقول أنه شوفوا، مو المشكلة في السكينة، المشكلة في الطفل اللي في ذا السكينة، المشكلة مو في هالأجهزة، المشكلة في الطفل اللي ما يعرف كيف يتعامل مع هالأجهزة. أيها الآباء، يكفيكم، تعبير شوي راح يكسر قاسي، تفضل سعيد، يكفيكم جناية بحق أولادكم الصغار اللي هم في واقع الحال لا يفهمون، لا يدركون الأشياء. عدم إدراك الأشياء ترى هذه وبال بالنسبة للإنسان، وما يدرك أن هذا الفيلم اللي يشوفه، أو هذا الاتصال اللي يعمله، أو هذا الشات إن صح التعبير، هذه شو يسمون الشات، المحادثات البينية اللي يصير بينه وبين شخص ما معروف منه، بين المجهول، بين أسماء، بين صور، هذا شقد مخاطر روحية، شقد مخاطر نفسية، شقد مخاطر أخلاقية بالنسبة لهذا الطفل. الأب يجني على ابنته أو يجني على ولده عندما يجعل هذا الموبايل هدية لأنه تفوق بالدراسة، تفوق بالدراسة. نعم، أنا مع إعطاء السكينة للأولاد، ولكن أن نراقب كيف يستعملها. بابا دير بالك منا أن تمسك بهالطريقة تستعمل. نعم، أعطي السكينة، علم الولد كيف يقطع التفاحة، ولكن بمن؟ بإشرافك. أحسنت، بإشرافك، بمتابعتك الدقيقة، لأن بس تغفل الولد قطع أصبعه. واضح؟ واضح. هكذا الموبايل، الموبايل هذا في الواقع أعطيه، طيب ماكو إشكال بابا، أكو دروس، أكو علي حال حلقات، أكو شو سموا أنتو الدرس عن بعد، اسمع بابا، بس بابا دير بالك أكو شيء اسمه هنا فلان برنامج، هذا فلان برنامج خطير، أكو شيء اسمه رقابة أبوية، أكو شيء اسمه برامج ما أدري شو يسموها، إلها أسماء، أنه كيف يمكن للأب أن يراقب الأجهزة اللي بيد الأولاد، أنه وين يدخلون وين يروحون وين يجون. أكو تحديدات، برامج تحدد أعطيني الولد، ولكن أكو شيء اسمه يحدد المواقع الغلط. هذه للأسف الشديد مغيبة، نعطي الموبايل بس ما نشوفه ايش جاي يسوي، بس نطي السكينة وإحنا شنو بحذر، أو ما نطيها أصلاً.
شوفوا من ننطيها أصلا. سيدنا بواقع تواصل الناس مع حضرتك، وأنا أدري حضرتك يعني لا تألو جهدا في الإجابة على أسئلة الناس، أكيد جايتك هواية بلاوي من وراء هذا الجهاز. بلي 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 بلي. أنا قلت في يوم الأيام، أحد الإخوة اتصل علي قال سيدنا لا تقل شيئا في هذا المجال، لأن هذا قد يسبب نوع من على حال نشر غسيل أو ما أدري إشاعة كذا. أنا أقول للإخوة للآباء والأمهات، الآن بداية موسم دراسي جديد، موسم دراسي جديد يعني هناك لقاءات وهناك علاقات وهناك تواصلات جديدة لكثير من الشباب، عشرات الآلاف من الشباب دخلوا، عشرات أو مئات الآلاف من الشباب دخلوا إلى الجامعات، والجامعات مختلطة، جو جديد على حال، بيئة جديدة، نوعية العلاقات والتعامل جديد، فهنا لابد أن نحذر، لابد أن نراقب. إخواني وأخواتي، القضية ليست بهذا الشكل اللي نتصور أنه أنا حسب تعبيرنا أغض النظر ما يصير شيء. أجيب لكم قضية أمس 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 وألمتني كثيرا، وأقول لكم بصراحة والله العظيم بعض الأشياء من تصل عندي أو تصل إلي من مشاكل أخلاقية عويصة تسلبني النوم ليلا، ما أقدر أنام أصلا يعني إلى الصبح، أنا قلق. وهذه في واقع الحال ما أريد أقول أنه فقط في مجتمعنا، لا، كل المجتمعات موجودة، كل المجتمعات بالتأكيد، بما فيها المجتمعات اللي قريبة إلى بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، يعني مو أنه. ولكن أيها الأحبة، لما أب يعرف أن ابنه انحرف ولكن هو يحاول أن لا يلفت نظر الآخر، أن أنا ملتفت، يعني يسوي نفسه ما يدري، فيذهب بعض يقول له أبو فلان ترى ابنك فلان شي فلان شي فلان شي، يقول ها لا يمكن أنتوا لا مش تبين، أها شلون كذا، يعني يسوي نفسه حسب تعبير بين قوسين، يسوي نفسه غبي، يسوي نفسه غافل أو ما يدري، مع العلم يعلم يقينا أن الذي يجري إجرام. وأقولها بصراحة، أقولها بصراحة، يجي شخص يقول له يا فلان أنا أشوف واحد يدخل إلى بيتك ليليا ساعة 12 في الليل، يدخل إلى غرفتك تدري، يقول لا أنا بالحديقة قاعد، شون منو قال هذا مشتبه، يعني يدري أن زوجته هي منحرف، لكن حسب تعبيره يسوي نفسه ما يدري. هذا الاستغفال وهذا والله ما أكو شيء وأنا كذا، هذا ترى مو حل، هذا مو حل. قفوا عند القضايا، صارحوا أولادكم، قل له بابا ترى هذه مو بصالحك ابني، شوف هذا البرنامج لفلان، أكو برامج حلوة يعني إنصافا إخوان في الشرطة المجتمعية عندهم برامج جميلة، خلي يشوفون الجرائم. أنا من أشوف الجرائم شلون صارت، صار عند ارتداء أحسن، تجي لبنية تقول أنا رسالتي لكل البنات ترى هذا مو صحيح، هذا اللي صار أنا مش أنا متندمة وشون أقدر أرجع، أو ذاك اللي على حال اللي تتآمر مع عشيقها لقتل زوجها أو لقتل كذا، هذا موجود الآن. نعم. فلا بد أن نعطي هالشكل إعازات، نعطي هالشكل على حال تجارب أمام الأطفال حتى يفهموا، ولا شنو يعني، بالله عليك بالله عليك، بنت عمرها 12 سنة ترتبط مع شاب شنو، صبي عمره 15 سنة ترتبط ارتباط، حتى أنه تهرب من بيتها وهو يجي يأخذها ويروحون إلى منطقة أخرى. أدري دول متى فهموا الحب، متى فهموا العشق، ما قالهم سيدنا حتى هم يصير الردع لغيرهم، شوين وصل حالهم، مسكوهم في سيطرة من السيطرات وأخذوهم إلى على حال المركز الشرطة، وتبين على أن هذا أغواها وهي أغوته، على أي حال مشاكل فضيحة وقضايا. فأقول أيها الأحبة، نحن لا نعادي هذه الأجهزة، والله نحن لا نعادي التطور أبدا، نحن لا نعادي التقنية أبدا، نحن لا نعادي الفن. واحد يقول أنتوا الحوزات العلمية ضد المسلسلات، لا والله، نحن مع توليد وإنتاج مسلسلات جيدة مهمة طويلة رصينة مبذول عليها المال،
معها ولكن بشرط المحتوى. محتوى المسلسل اللي طوله 140 حلقة ولكن يوعز للمشاهد أنه الخيانة الزوجية ما في مشكلة، ما أدري الخيانة المالية ما في مشكلة، الخروج عن العادات والتقاليد مو عيب، هذا في واقع الحال يهدد كيف. أحسنتم سيدنا، موفق إن شاء الله، شكرا على هذا التوضيح. وإذا تسمحوا لي جنابكم سيدنا بكلمة بسيطة للإخوان الكرام اللي في بداية الشباب، موضوع ممكن يكون ضمن صميم بعض التخصصات الدقيقة الإلكترونية وغيرها، المواقع غير الأخلاقية هي أقل المواقع ثقة من ناحية حماية بياناتك. ممكن جدا، وسجلت شكاوى عديدة على هذه المواقع، أنها يعني تخترق كاميرا جهازك وتصورك كما تريد، إضافة إلى سرقة بياناتك والكثير من المشاكل الإلكترونية الأخرى. وبالنسبة للقصص اللي توصل فيما يرتبط بالعلاقات، فهنالك أشياء مرتبطة بتجارة الأعضاء، الله يجيرنا ويجيركم، هذه هم من الأشياء التابوات اللي ما يتكلمون عنها. الله يحمينا إن شاء الله ويحمي كل أبناء المسلمين من هذه المغبات. عندنا أول المتصلين والمتصلات، الأخت الكريمة أم فقار، أم ذو الفقار، تفضلي أختي. حياكم الله. صوت مو واضح أخواني. سيدنا الله يساعدك. حياك الله. تفضلي سؤالك أم ذو الفقار العفو. سؤال، أنا عندي بنية وولد، ولد ابني. نعم. هذول الطفلة من جابتها أمها وعين وحدة طافية. نعم. والثانية هم تعبانة. الثانية شنو عفوا؟ تعبانة. نعم. يعني بس شوية شوف قليل بيها. نعم. فهسا من جابتها أمها سنة سنتين تطلقت أمها، مشت عنا، عافتها ومشت. نعم، تركتها لأنه معاقة. هي تركتها هي وأخوها عين عليها ومشت، يعني طلقت أخذت رجال ومشت. صوت أخوان، الصوت. نعم. أخذت زوجته. الصوت عندش مشكلة أم ذو الفقار، الصوت قاعد يضعف كلش، بحيث ما أدري يروح تقريبا. صوتش مو واضح أم ذو الفقار. أم ذو الفقار علينا الصوت يرحم أمواتكم. نعم الآن صار واضح. هي وأخوها تركتهم أمهم على حضرتش وراحت. يعني تركتهم أمهم. فالبنية احتاجت عملية، قال وديتها للدكتور، قال إذا ما تسوي لها عملية عين هاي ثانية تطفى. لا إله إلا الله. نعم. إي والله، فأنا يعني أمشي بيها رحت بيها لبغداد. السؤال اختصري لنا الموضوع أم ذو الفقار. يعني هسه مثل أنا سويت لها عملية شوي قامت تشوف زين. زين. وأنا سويتهم وهم تعبت عليهم، يعني إلي أجر بيهم لو ما إلي أجر بيهم. لأن أنا هاي صار تقريبا 9 سنين حتى نفسي يعني كنت بالطفلة وبأخوها. الله يوفقك إن شاء الله يا أم ذو الفقار. بارك الله بيك وشكرا جزيلا على اتصالك، وتسمعين الجواب ان شاء الله. اتصالنا الثاني من زهراء، اختي الكريمه تفضلي. تفضلي اختي زهراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضلي. السؤال هو جد اذان. أختي زهراء صوتك مو واضح، يمكن المكان اللي حضرتك واقفة به شبكته مو جيدة، فغير مكانك ممكن يكون الصوت أوضح. أي هسه؟ نعم. تواضعي؟ إن شاء الله تفضلي. أقول أمدابيني سيد الجن كلش ما بيني. الجن ما ديش؟ أي والله. يقول بيني كل ما أدريش كمان أنا ما يخذني أبداً. المشكلة صوتش هم مو كلش واضح يا أختي أزهر.
ان شاء الله تسمعين الجواب او توجيه السيد الحضر تشارك يا زهراء، والله يعينكم ان شاء الله. شكرا جزيلا على اتصالك. خلينا نبدا من جواب الاخت زهراء. سيدنا لطفا تفضلوا. تقول الجن مأذيني، سما اعرف شنو مفترضه وليش مفترضه انه فعلا الجن ومتأذية، وقامت تبكي بالاتصال. واللي فهمت اني صوت ما كان واضح جدا، انه بالعبادات ايضا ما يتركوها تؤدي العبادات. استاذ مرتضى، بحسب التجربه يعني انه هذه القضايا أكثر من 90% هي حالة نفسية، أمراض نفسية وليست لها واقع، حسب التجربة يعني. من أين هذه التجربة؟ لأنه كثير من الناس كانوا يعانون هذا النوع، وكانوا يتصورون أنه شيء اسمه جن وطاب طالع وما أدري تابعة وهالسوالف، ولكن لما أخذوهم إلى المستشارين النفسانيين وإلى مراكز متخصصة تغيروا بشكل آخر يعني. ومع العلم كان صوتهم يتغير، شكلهم يتغير، قوتهم تضاعف، يعني صور وأفلام. وقالوا سيدنا شوف هذه البنية شون كانت، ولما وديناها إلى مركز الرشاد شو صارت. وأنا أشكر الأخوة في مركز الرشاد في بغداد وكل المراكز اللي واقعا متقنة في عملها، أنه هذه يمكن أن تعالج، يمكن أن تعالج. فالحالة النفسية هذه لابد أن علي حال متابعتها. أما أنه أنا أستسلم وأذعن على أنه مسحورة وجن وكذا، هذا ليس صحيحا. واحد يقول لي يا سيدنا أنت ما تؤمن بالجن؟ ليش؟ أن الله سبحانه وتعالى خلق ثلاث أشكال، الإنس والجن والملائكة. نعم. الله خلق هذه، ويصرح بالقرآن أنه الجن موجودين يستمعون القول ويؤمنون وعلى حال ملتزمون، ولكن لا يعني دخول الجن إلى حياة الإنسان بهذا الشكل اللي الآن بالفضاعة اللي نسمعها، لا مو هالشكل. نعم هناك خبثاء، هناك شياطين، هناك مؤمنين، ولكن ليس بالنوع اللي احنا نلقن أنفسنا فيه بشكل. زين، الشخص اللي يتعرض لهاي الوساوس، حضرتك سيدنا شنو توجه الوساوس اللي تبعده عن العبادات يعني؟ شوف حبيبي، أولا قلت أنه لابد مراجعة الطبيب مختص حتى شوية يطلع من هاي الحالة، حالة التوهم، حالة الخيال. ثانيا أنه يتوجه إلى الله، يستغفر، يطلب من الله سبحانه وتعالى العون. الله سبحانه وتعالى قد يعينه في ماذا؟ في صفاء نفسه، يؤدي العبادات. ما يلتفت لهاي الوساوس بأي نحو من الحال، يؤدي العبادة. يجي ذاك يقول له أنت نقص، يقول له ما يخاف، أنا أصلي وأنا نقص. أنت مجرم، أنا أصلي وأنا مجرم، ما في مشكلة. أنت صلي، يسب الذات الإلهية مثل بعض الاتصالات الإلهية، يسب الذات الإلهية مو مشكلة، أستغفر الله ربي وأتوب إليه وأصلي، ما في مشكلة. أحسنتم سيد. عندنا اتصال من من؟ أبو عمار عزيزي تفضل. شلون أستاذ؟ حياك الله عزيزي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا. أنا رحت للعمرة. نعم. وصار إشكال بالطوافان. نعم. من منطقة الو وياك اسمعك يا عزيزي. ابو عمار تسمح لي بس تسمح لي ابو عمار، اريدك ولو زحمه عليك تنصي صوت التلفزيون نهائيا لانه قاعد ياثر على الاتصال، تطلع من مكان التلفزيون او تغير مكانك الى مكان ثاني، لانه صوت التلفزيون قاعد ياثر على اتصالك وما نفهم شيء من اتصالك. اسمعني بس من التليفون تفضل. من قصنا طوافان كان النساء لازم تتم بين الصفا والمروه، يلا ترجع تتم طوافان النساء. انا كملت سويت 14 طوافان. نعم. ورحت نوم للصفا والمروه، هل صحيح هذا الأمر؟ ان شاء الله تسمع الجواب. عندك سؤال اخر سيدنا؟ واضح سؤالك. والله هو رجعي ثاني، من رجعنا قالوا لنا خلاص هذا الشهر راح تكملت طوافان النساء. ان شاء الله تسمع الجواب. تحياتي لك يا اخوي ابو عمار، وشكرا جزيلا على اتصالك. ام ذو الفقار، سيدنا قبل الاخت زهراء اتصلت وتحدثت لنا عن حفيدتها اعتقد كريمه عين واخوها، وهي يعني ساهمت بعلاجهم وتربيتهم، فتقول هل لي اجر في ذلك؟ نعم، هناك حاله عجيبه وغريبه في مجتمعنا الان تصير، انه النساء او الفتيات يتركن اولادهن، اما بموت الزوج
أو بمشكلة مع الزوج ويذهبنا ويتزوجنا بآخر، فيتركون الأولاد على الجدة أو الجد، يعني على البيبية، وفي النهاية النساء على حال تصل أن سيدنا إحنا جاي نتحمل تبعات أحفادنا وتبعات أولاد أولادنا وعلاجهم وعيشتهم وتربيتهم، فهل نحن مأجورون على ذلك؟ الجواب هذا من أفضل الأعمال يمكن الإنسان أن يقوم به. شلون من أفضل الأعمال سيد؟ هناك روايات كثيرة، واحدة من عدها الشكل: يا علي، لئن هدى الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. أنت لو واحد تهديه، واحد تربيه، واحد ترعاه، واحد تقضي حاجته، كم من الأجر الكبير. فأنت على حال ذولا أطفال بريئين معوقين تعبانين، وأنت في الواقع تتحملين قضايا علاجهم، فعرفي أنه أنت أجر كبير جدا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أحسنتم سيد. الأخ أبو عمار ومشكلة الطواف. في واقع الحال الطواف باطل، يعني الطواف اللي الواجب هو 7 أشواط، أما أن يطوف 14 شوط على أساس أنه حسب تعبيره يطبقهن طواف العمرة وطواف النساء، هذا ما يصح. طواف النساء باطل، لابد أن يعيده، وهو أعادة. ولكن طواف العمرة اللي هو الواجب أنه بأربعة، يعني ب14 شوط، هذا باطل، فلا بد من إعادته إما بنفسه أو بنائب يرسله حتى يكمل الطواف. هو يصلي في مكانه، وين هو؟ في النجف في بغداد، يصلي في مكانه حتى على أي حال يؤدي الأعمال الأخرى. أحسنتم سيدنا الكريم، إن شاء الله الأخ أبو عمار استفاد من الإجابة. بعد منتظرين ونستقبل مشاركاتكم إخواني الكرام أخواتي الكريمات على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا هذه دعوة لتوجيه كاميرا الجوال على تطبيق المجيب الموجود أسفل يمين الشاشة في QR كود، وادخل إلى هذا التطبيق راح تجد به إجابات كثيرة للكثير من الأسئلة اللي تدور ببالك. مو إلا أنت تطرح سؤال، لا، ممكن أن تجد الكثير من الإجابات على الأسئلة اللي هي في ذهنك أصلا. ناخذ مشاركة. أم علي اتصال، تفضلي أختي أم علي. ألو، تفضلي. مرحبا علي، حياكم الله أختي. هسه اللي أنا اتصلت على مدول الأحفادي. نعم. أريدان يعني عندي سؤال، أنا مثل النوبات أصلي وأنا قاعدة، يصير لو ما يصير؟ أنت ليش أصلي له وأنت قاعدة؟ ها يعني شلون مثل من يريد أوقف، أحس أكو شيء يريد يوقعني، فأخاف أبعد أصلي أحسن ما أتركها. زين، انت باليوم يومك العادي هم تروحين تمشين توقفين لو لا قاعده دائما؟ اي امشي اروح، بس من اريد اصلي شلون الواحد يقول لي رحت اوعيد، فاقول ها ما وخراني خليني ابقى اصلي وانا قاعده، شلون؟ خوفه قويه. زين، خوفه قويه. اي والله شلون اوخرها ما ادري، لان يعني انا ما عاد اترك الصلاه. بس من اريد اقوم اصلي واحد شلون يقول لي ها رحت اوعيد، فأخاف أقول لعداني ما أتوقع، خلينا قاعدة والله أرحم الراحمين. تمام، بعد سؤال ثاني أم علي. والله سؤال خاف شوي أطول. لا تفضلي، بس باختصار إذا أمكن تفضلي. هاي عندنا أخوي الله يرحمه. الله يرحمه. سنة ما ندري بي وين ما وين. نعم. فبعدين قلت لابني، قلت له يا أبا روح شوف خالك وين، فمن راح شاف خالك طب العدي اللي قام توفي. لقى خاله متوفي، فما حد يعني ماخذين الناس وما حتى ما باني له قبر. لا اله الا الله. والله فانا رحت الطب العدلي، طلعت له شهاده وفاه، رحت في الكربله بنيت قبره وسويت على الله قاسمه، يعني هم اجر بها لي هاي ويا الجهاد اللي تابه طبعا. يعني قبر رمزي لو لا هو انتم لقيتوا جثه يعني؟ لا هم دافنيها للرحم بس ماكو يعني قبر. واضح واضح. فاني رحت الدفان قلت له يا ابا هلا الله قاسمه خطيه سوي له قبر وسويت له ثواب، هو خطيه ما متزوج مريض. الله يوفقك، شكرا على اتصالك ام علي، تسمعين الاجابه على السؤالين ان شاء الله تعالى. تحياتنا لحضرتك. سيدنا، ما ادري اذا حضرتك سمعت السؤال الاول بشكل واضح او لا، تقول اني اصلي واني قاعده يصير؟ سالتها اني يومك بشكل عام، قالت اني اقدر اروح واجي واوقف، بس من اوقف اصلي؟
اكو مثل الهاجس يجيني، ها راح توقعين ها راح توقعين، فاني اقول اصلي قاعده احسن ما اترك الصلاه. على اي حال تارة يكون العجز حقيقي، يعني هي عاجزة عن القيام وعن الركوع بشكل كامل، عاجز بينها وبين الله، فهنا حسب تعبير الفقهاء أنه هي مضطرة على أن تصلي من جلوس. أما إذا لا تتوهم، هي تروح للأسواق وتصعد وتنزل المستشفيات والبيت، ولكن وقت الصلاة عندها حالة من الهاجس، هذا ليس صحيحا. يعني لابد أن تقف حتى لو بيدها عصا، حتى لو بيدها عصا أو تتكي على طاولة وتوقف تصلي. أما رأسا تجلس وتقول أنا ما أنظر إلا هالشكل، هذا فيه إشكال. سؤال الثاني سيدنا، ما أدري إذا كان واضح عند حضرتك، أنه هي بنت قبر أخوها ورعته وسوت له ثواب، فهل لها من عموما أجل؟ الأخت الكريمة خلي تخلي في بالها كل عمل طيب وكل عمل صالح وكل عمل فيه إحسان للآخرين فهو مثاب عليه الإنسان إذا كان ينوي القرب إلى الله سبحانه وتعالى. سيدنا حتى الأشياء اللي الإنسان يأخذ عليها أجر، يعني أنا الآن مثلا لا بس واحد أقول له، يقول سيدنا وين الطريق؟ فلان طريق أدلي، هذا أن أدلي الطريق هذا حسنة وحصل عليه الثواب. حضرتك في أحد البرامج سيدنا قلت تقبيلك لأبنائك، كلمة طيبة مع زوجتك، إحسانك كل بالعمل، كل هذا مؤثر جدا. حتى ابتسامتك للمؤمنين، ابتسامتك للناس، تنظيفك للملابس، تنظيفك للمكان، ما أدري علي حال إشعال نور بالشارع، خلي مصباح بالشارع ظلام، هذا كله صدقة وكله ثواب وكله مبرات. أحسنتم سيدنا. اتصال أو رسالة صوتية؟ نأخذ رسالة صوتية. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي فد سؤال إذا ممكن. أنا كنت مشتركة بكفالة يتيم، أنا وأختي، ولا فترة تقريبا سنة ونص رحت تتوفى واحد من أقاربنا، فرحت شفت عائلتهم حالتها كلش تعبانة، ويعني بمعنى كلمة يتغدون ما يتعشون. إذا تسمح لي كنترول أخوان كنترول، هذا رسالة صوتية أنطيهم لأن أقاربهم. هذه رسالة صوتية سبق وتم الإجابة عليها في الأسبوع أو في الحلقة الماضية، فخلونا نسمع رسالة صوتية غيرها تذكروها سيدنا، بعدين هي تخير نفسها بين كفالة اليتيم الغريب لو القريب اللي محتاج. نأخذ رسالة صوتية غيرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مولانا أنا عندي سؤال. أنا قبل كم سنة داينت شخص 2000 دولار، يعني بس كان المبلغ اللي أعطيته إياه بالعراقي، يعني هو طلب من عندي 2000 دولار، فوقتها أنا قلت له أنه ما عندي دولار، عندي فقط عراقي، فالعراقي بذاك الوقت كان على 1200، فأعطيت انطيته 2,400,000 دينار، بس كانت يعني هو طلب دولار بوقتها مرة، يعني أنه قال لي أنه أنا راح أرجعه ورا أسبوعين، وكانت هناك يعني زيارة مال 40 الإمام الحسين عليه السلام، ومرت الزيارة وخلصت الزيارة وما رجع الفلوس، وفاتت 3 أسابيع وبعدين شهر، وجرت إلى سنة وسنتين وثلاثة إلى أن يعني لحد الآن هو ما مرجع. طبعا أنا من داينته من باب أنه عرف وثقة وانطيته الفلوس، قال لي محتاجه أنه كذا. فسؤالي مولانا أنه المبلغ يعني هو طبعا لحد الآن ما يعني رجع الفلوس، لكن في حال انه يريد يرجع الفلوس، فشرعا انه انا الدولار لو بالعراق 2,400,000 مثل ما منطيته، لو 2000 دولار مثل ما هو طلب. هذا سؤالي اذا ماكو زحمه على سماحتكم. شكرا جزيلا، واعتقد هذا السؤال سيدنا هم موجود في بال الكثير من الاخوان، تفضلوا. في واقع الحال للاسف يعني البعض ياخذ دين وبعدين ما يرجعه ويصير يعني يقطع سبيل معروف، وهذا للاسف يعني. ولكن عموما جناب الأخ بما اشترط قال لي يا أبا هذه فلوس، هذه 2000 دولار، ترجع لي 2000 دولار. يعني إذا كان هكذا ترجع لي 2000 دولار، نعم يرجع لي 2000 دولار، كون مشترط عليه سيدي، حتى لو كان 2000 دولار 5 ملايين، حتى لو كان 5 ملايين فيرجع له، فبما اشترط بما اتفق. أما إذا قال لي يا أبا هاي 1.5 مليون وترجع لي 1.5 مليون، بعد علي حال هو اللي وقع بينهما. أما إذا قال هذه 2000 دولار وترجع لي 2000 حبيبي، نعم حسب الاتفاق يعني نعم. بالنسبة للخمس سيدنا، إذا كان على
هاي تجينا مرات رسائل مكتوبة إذا كان على دولار والسعر الدولار تغير بعد فترة لما الإنسان يريد يطلع الخمس مثلا فيطلعها بقيمة الدينار العراقي لو الدولار يخرج الدولار يعني عفوا يخرج الخمس بقيمته يوم استحقاقه يعني يوم اللي كان الدولار عندي 120 ما كان مستحق فيه الخمس ولكن لما استحق الخمس عليه كان هو بسعر آخر فلا بد أن أدفعه بقيمته التي استحق فيها الخمس. أحسنتم سيدنا. عندنا اتصال آخر أو رسالة نسمعها. ألو السلام عليكم. شاء الله تجيني. ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال أريد أسأل السيد وأتمنى تعطوني الجواب. أي والله يعني عندنا مشكلة شوية صارت بيني وبين زوجي. اكتشف زوجي كان عنده علاقة ويا وحدة وهي الوحدة يعني مو خوش يعني مهم زوجي تنزلها صور يعني كلش هو عارف كلش وهي كذلك وهسه هي جات تبتز رجلي بهاي الصور يعني تقول لو تتزوجني لو فرحك وانشر صورك وهو يقول احتمال الصور دزتين إلي يعني مو هي فبحيث هو ما سحن بوقتي وصورها هسه بقيات عديه وما جاي يعرف شو يسوي ثاني شيء يعني أنا حكيت وياه أريد أشوف الحكم هذا صح لو غلط قلت أنت شلون هو إنسان متدين صلي صايم قلت له شلون يعني تزوج صور وتقبل تأخذ منها هيك صور يقول لي بنزوجها زواج بالنقال ما أعرف يعني شنو هذا زواج بالنقال يعني متعة بالنقال بالحكي ما فهمت يعني شنو حكم هذا الشيء يعني سيدنا هاي واحدة من الأشياء اللي ممكن سولفتوا عنها بداية الحلقة بني مخاطر هذا الجهاز تفضل سيدنا شوفي أختي الكريمة يعني للأسف للأسف أنه بعض الشباب يعني يخدعون بالاتصال يخدعون بالاستعطاف وفي النهاية يقع في كمين أنت الآن متدين تيجي ترسل صور مبتذلة لواحدة أخرى أو هي ترسل هذا في واقع الحال شنو اللي تفسره يقول يا أبي أنا أفسره أنه أنا تزوجتها عقد شرعي مؤقت هل يجوز؟ نعم يجوز ذلك نحمل على المحمل الحسن نعم يجوز ذلك بشرطها وشروطها بلي بلا أشكال بشرطها وشروطها وحدودها ولكن هل من الصحيح أنا دائما أقول لشبابنا وبناتنا بالجامعات يا جماعة ديروا بالكم ترى هذه أي صورة وأي لقطة قد تستعمل ضدكم دير بالكم واقعا وأي كلام تتكلموه حافظوا على أن لا تكون هناك تسجيلات لأنه ستستفاد ضدكم هذه الأخت تقول أنا شنو اللي أسوي زوجك الكريم ما دام يقول أنا استغفلت فلا بد أن يرجع إلى الجهات الرسمية يعني أكو شيء اسمه ما أعرف الأمن الوطني يروح يشتكي يقول يا جماعة ترى هاي وحدة ابتزتني على أساس أنا متزوجها زواج بيني ما بين الله شرعي ولكن هي الآن تبتزني ويحاولوا أنهم واقع الحال يأخذون منها الأمور ويقدرون يعني يدخلون على موبايلها فارجعوا إلى أهل حسب تعبير الاختصاص وقطع دابر هاي الأمور لا تسمحوا الآخرين أن يبتزوكم بأي شكل من الأشكال وهناك طرق أنا في اليوم الأيام قلت لي يا جماعة لا تخافون روح اشتكوا أكو طرق جيدة أكو تقنيات عظيمة يعني أحد الخبراء جاءني قال سيدنا ماكو شيء ما نقدر عليه ماكو شيء يعني شو تريد سيد مكالمة الكذائية احنا نقدر الآن نجيبها نحضرها يعني. أكو تقنيات كبيرة يمكن نستفيد من عندها لا تخافون شباب الخاطئون المخطئون المشتبهون الذين وقعوا في كمين المبتزين لا تخافون روحوا اشتكوا وبينوا وقولوا وأنه قد تكون هذه كلها حسب تعبيرنا شو اسمه أنتم فبركة في التصوير كذا أيضا هذه يمكن الإنسان أن يدافع عن نفسه أمير المؤمنين عليه السلام له كلمة سيدنا إذا خفت من شيء فقع فيه نعم فإن شدة توقيك أشده نعم يعني قد يكون شدة الخوف هو أكثر من الواقع وأحدى الأخوات أيضا يعني قالت لي سيد أنا اشتبهت وأعتقد في إحدى الجامعات كان عندي مقابلة يعني ندوة بعدين جت واحدة قالت أنا مشتبه
والآن جاي يبتزني. قلت له إياك وبالك أنت رحين وراه، لأن مستر حين وراه يعني راح تسقطين في الكذا، روح اشتكي عليه وأنا أقف معاك. فحاولوا بناتنا أن لا تقعوا في شباك المبتزين. وكذلك الرجال سيدنا بلا إشكال. نعم، عندنا مشاركة أخرى، رسالة صوتية. السلام عليكم. عندي استفسار. أنا من أصلي عندي بنت صغيرة طفلة أبقيها يمي، ما عندي أحد يقيمها، فمن أصلي أشغلها عن طريق التلفون أغاني هاي الأطفال، فهذا الشيء أثر هذا على الصلاة. وشيء ثاني، من أقرأ القرآن مرات أبقيها بحضني أشيلها ومخيل يعني القرآن الكريم هيك علقاء، بس مجرد أنه أقلب الصفحات بيدي، هل هذا الشيء مقبول أو لا؟ تفضلوا سيدنا. يا عزيزتي هاي جاي كأنه صوتها موجود بالاتصال. نعم. الله يحفظها إن شاء الله ويقر عينك فيها. وهم سيدنا يعني حسب الصوت إذا هي هاي الطفلة فعمرها مو بال قنوات إنشاد مؤذية لهذه القنوات. هاي حبيبة وعزيزة وديروا بالكم عليهم. لا إشكال في ذلك إنه الطفلة على حلف الصلاة شوية تسحب التربة أو مدري إيش تسحب إيش تبكي، يقول ماما شيليني تبكي، شيليها وأنت بالصلاة شيليها شيليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سيدنا شلون؟ حتى لو ترضعيها تحت هذا ما في إشكال. في الصلاة إذا كانت الطفلة أو أي واحد كان واقعا يتأذى وعلى حال يبكي، يمكن الإنسان في حال الصلاة أن يحافظ على شكل الصلاة وهيبة الصلاة وعلى حال آداب الصلاة، ونفس الوقت هي تحمله. والآن تأخذ التربة، أنت خلي تربة أخرى بيدك مو مشكلة، أخذتها أنت خلي تربة أخرى وهكذا، فلا إشكالة. تريد تقرأ القرآن خليه بحضنك مو مشكلة، هاي كلها القضايا سهلة. خلي القرآن واستمعيه، استمعي بهذا شو اسمه الأجهزة هاي البلوتوث اللي جاية، تقدرين أن تسمعين وتأتيها متراعين طفلك تلاعبين طفلك تسمعين القرآن. هو واحد من فروع سؤاله سيدنا أنه شلون صوت إنشاد موجود وأنا قاعد أصلي مثلا إذا مشغل القنوات هاي مال إنشاد. على أي حال أنا بس كملاحظة إذا تسمحون، لأنه جر الكلام لهذا. نعم. قنوات الأطفال أخطر القنوات. قنوات الأطفال، الأخ مرتضى خبير في هذا المجال ويدري، قنوات الأطفال أخطر القنوات، ديروا بالكم جدا جدا جدا. يعني في نفس الفيلم الكارتون هم يعطون إيعاز غلط، يعني ينطون إيعاز على أنه العلاقات المثلية عادية أو أنه واحد كذا فاسد عادي. هذه يعطون رسائل للأطفال، الأطفال يقومون على حال تبقى القضية عندهم عادية، فديروا بالكم. أحسنت. إذا دار الأمر أن لا أجعل هناك تلفزيون في البيت أو أن أجعل تلفزيون بهذه القنوات، فعدم وجوده أفضل، لأن أطفال مساكين ويقعون ماذا؟ ضحية هذه الأمور. نعم أكو قنوات جيدة، قناة هدهد، قناة طاها، قنوات جيدة للأطفال على حال، أو الكفيل للأطفال، هذه قنوات جيدة تعليمية ونفس الوقت محافظة. أحسنتم سيدنا. الأخ محمد ويانا، تفضل عزيزي أنت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. عندنا سؤال سيدة. سؤال. تفضلوا. ما معنى يعني العدة، يعني كل ظروف العدة اللي بس علينا صوتك تسأل عن العدة، عدة المتوفى زوجها لو عدة المطلقة لو شنو؟ لا المتوفى زوجها الأرملة. نعم. بعد عندك سؤال آخر؟ لا والله عرفت. شكرا جزيلا على اتصالك اخي محمد، تحياتنا لحضرتك. المتوفي عنها زوجها عليها ثلاث اشياء. نعم، تسمح لنا سيدنا ناخذ اتصال وبعدين نجاوب. اسف للمقاطعه. اتصال من من؟ سيد محمد، تفضل يا سيدنا. العفو سيد حسن من الحلة. سيد حسن حياك الله. عليكم السلام ورحمه الله. تحياتنا سيدنا، شلونكم؟ شلون الصحه؟ سلمكم الله تعالى. سيدنا بلا زحمه عليك، موضوع السلسه مالت المصرف، يعني مثلا المصرف يعطيك سلفة 20 مليون لمدة 5 سنوات، يأخذ عليها 5 ملايين. نعم. نفع يعني بالشهر 83,000 دينار يأخذهم، ما يأخذون فائدة على شو الموقف من هاي السيدة. تمام. سؤال ثاني. لا رحم الله عليك. إن شاء الله تسمع الجواب. تحياتي لحضرتك. شكرا. شكرا. تفضلوا سيدنا. بالنسبة لعدة الأرملة سيد، تفضل. الأرملة لما يموت زوجها على أي حال عليها 3 أحكام. عندك اتصال آخر؟ تفضلوا سيدنا بعدين نأخذ الاتصال. ما أريد أن يتأخرون.
تمام، اذا بشفاعه السيد نستقبل الاتصال. تفضل ابو حيدر. ابو حيدر تفضل. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله. فد عندي سؤال اريد اطرحه لسماحه السيد. تفضل يسمعكم السيد. انا ابني طالب متوسطه. نعم. والطلاب الاولياء يقنعوه بان يروحون للصالات مال الالعاب وهذا بعد ما يحضرون للمدرسه. نعم. فاني اشتريت جهاز مال الالعاب حتى بعد ما يروح ويا الطلاب وهاي وفرت الاجواء ما بعد الدراسه يكون عنده فتصاله العاب او فتصاله خاصه بي يلتهي بي حاله حال الشباب، فبدل ما يروح وياهم صالات الالعاب والكازينوهات وهاي السوالف خليته ينجذب يمي من باب المسايسه، هل هذا بيشتغل او لا؟ نعم. شكرا ابو حيدر، تحياتي لك، بس دير بالك ليتدرب يتدرب عندك بالبيت ويروح يلعب وياهم بالصالات حتى يغلبهم، يعني هم خليها ببالك. تفضل سيدنا. في الواقع الحال التي يتوفى عنها زوجها ثلاث احكام عليه. الحكم الاول ان لا تتزوج لمده 4 أشهر و10 أيام. 4 أشهر و10 أيام ان ما تتزوج. بعد ال 4 أشهر و10 أيام تقدر تتزوج، بس بالمجتمع مالتنا هذا ما موجود يعني. فأربعة أشهر عشرة أيام هي في حداد. الحداد يعني ما تتزوج، زواج ممنوع، تزين ممنوع. هاي أيضا 4 أشهر سيدنا؟ أي 4 أشهر عشرة أيام. تزين، أنت تلبس على حال تسوي مكياج، تصبغ شعرها، تتعطر، هذه ممنوع. هاي اثنين. ثلاثة اللي هو في واقع الحال أن تحاول أن تظهر بمظهر الحداد. عدم الزواج شيء، عدم التزين شيء، مظهر الحداد بمعنى أن تلبس ملابس حزن. هسه ملابس حزن بالعراق أسود، ملابس حزن في نيجيريا مثلا أخضر، شو مدريني أنا، كل واحد مجتمعا. فتلبس ملابس الحداد لمدة 4 أشهر و10 أيام، وما تتزوج وما تتزين. هذه نعم. بعض الناس يقولون ما تطلع من بيتها ما تشوف رجل كذا. لا لا هذا ما له داعي، ما له داعي. احسنتم سيد. الاخ سيد حسن سال عن سلفة المصرف اللي ياخذون ارباح كبيره. المصارف الحكوميه لا اشكال في ذلك. نعم. المصارف الحكوميه تعطينا 20 مليون هي تستقطع، بعدين ندفع احنا خلال 20 سنه ندفع 25، ما في مشكله اذا كانت مصارف حكوميه، لان هذه ليست قرضا حقيقيا. هذه ليست قرضا حقيقيا. يحتاج إلى بحث شلون مو قرض حقيقي، لأنه هذه أموال من بنوك حكومية لا ترتبط بأشخاص، لا ترتبط بشخصيات أو أفراد مالكين هالأموال. إذا كان بنك أهلي مشكل، لأنه فلوس خاصة لمؤسس البنك، فهذه ليست سلف حقيقية أو ليست قروض حقيقية، فما في إشكال بإجازة الحاكم الشرعي تأخذون هاي السلف وتعطون هذه الأرباح، ما في مشكلة، وإن كنتم أنوا أن لا تعطوا الأرباح ولكن هم يأخذونها منكم قسرا. أبو حيدر سيدنا آخر المتصلين، اللي وفر لابنه أجواء الترفيه داخل بيته حتى يمنعه عن الترفيه خارج. أنا أحيي هذا الأخ، أحيي مسؤوليته وشعوره بالمسؤولية تجاه ولده المراهق اللي هو 13 عفوا في ثالث متوسطة، يعني الآن وقت بلوغه، فيدير باله عليه. ولكن أقول له تعال كمل هذا التوجه الجيد، أنه نعم جبت لك كذا، بس لا يكون ولدك على حال يعيش انعزالي. شوف من أصدقائه حبابين أكو، طيبين أكو، أكو من أصدقائه من عوائل حبابة ومؤدبة وطيبة. قل له بابا هذا الولد خليه يجي هنا تلعب وياه، ما في، بس تحت وين؟ تحت نظركم. ممتاز. أما أنه تعزله ويصير معقد والآخر يضحكون عليه ويتنمرون عليه، هذا مو صحيح. خليه يكون له علاقات ممتازة مع أشخاص مأمونين الجانب. أحسنتم سيدنا. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وافر الشكر وعميق الامتنان حضرتك. شكرا جزيلا. سلمكم الله تعالى بارك الله. لا تنسونا بدعائكم سيدنا. الشكر أيضا لكم إخوتي الكرام أخواتي الكريمات، لنا ملتقى إن شاء الله في هذا الوقت، احفظوه مؤقتا، وقت البرنامج راح يكون في هذا التوقيت الساعة 9 مساء، وإذا تغير فرح نعلن قبل البرنامج عن موعده، لو هو
يعني قد يكون تغيير لأن الوقت هذا على حال قد يتغير. نعم. المهم تابعوا تابعوا قبل البرنامج، راح نعلن إن شاء الله عن موعد البرنامج الدقيق. شكرا لكم، في رعاية الله وحفظه.